إذن هذه النافذة الأخيرة في تغطيتنا سكاي نيوز عربية من تونس لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور. إذن بعد يومين من ظهور هذه النتائج، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وكذلك أحزاب سياسية على غرار حركة الشعب قد أكدت في تصريحات سابقة بأنها بدأت في التحضير للانتخابات والاستحقاقات التشريعية القادمة. كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد. معي هنا في الأستوديو في تونس الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي. مساء الخير سيد زهير حمدي، واهلا بك في استديوهاتنا في تونس في سكاي نيوز عربية. إذن الرئيس وجه بإعداد مشروع القانون الانتخابي بالإضافة إلى المحكمة الدستورية. ما هي المحاذير التي ستأتي برأيك مع عملية كهذه؟ أعتقد أن تونس دخلت مرحلة جديدة، يعني منذ 25 يوليو 2022 صادق الشعب التونسي يعني مصادقة نعتبرها قانونية على مرحلة سياسية جديدة، وطوى صفحة يعني السنوات الماضية ليؤسس إلى نظام سياسي جديد وحياة سياسية جديدة. بطبيعة الحال الدستور هو بمثابة العقد الاجتماعي بين التونسيين جميعاً، يفترض أن هناك نصوص جديدة تتمة وتطبيقا لأحكام هذا الدستور، ويأتي على رأس هذه النصوص القانونية القانون الانتخابي. ولكن القانون الانتخابي وحده غير كافي، لأننا مقبلين يعني خلال شهر ديسمبر القادم على انتخابات تشريعية. يفترض أن يكون هناك قانون انتخابي جديد فيه يعني نظام اقتراع جديد، وفيه مناخ، أهم شيء تصفية المناخ الانتخابي الذي كان سائدا والذي سمح بتسلل بعض الوجوه وبعض العناصر والرموز الموسومة بالفساد والإرهاب والتهريب إلى البرلمان يعني السابق. هذا ينبغي أن لا يتكرر، ينبغي أن ينظم المال السياسي ألا يدخل في العملية السياسية، أن ينظم الإعلام، أن يتم كذلك تنظيم مراكز صبر الآراء، أن يتم يعني تنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات. هذه كلها. لكن يا سيد زهير، هناك أحزاب تعارض هذه العملية، لا تعترف أصلا بهذا الاستفتاء، قاطعته. كيف سيكون موقعها في خريطة الأحزاب مستقبلا؟ هل سيضمن لها القانون الانتخابي العودة من جديد للبرلمان؟ هل ستتخلى هذه الأحزاب عن البرلمان برأيك؟ القانون الانتخابي الجديد سيكون فيه من الصرامة ما يكفي لكي يمنع أن تكون بعض الرموز التي يعني خاصة التي تلحقها قضايا فساد أو قضايا إرهاب والمطلوبة أمام القضاء. وسيكون هناك تشدد في شروط يعني الترشح، وستكون هناك ضوابط لم تكن موجودة في التشريعات السابقة، باعتبار أن كان مقصود أن يتم تلويث الحياة السياسية بهؤلاء لكي يتم الحكم معهم، لأنه أسهل من أن تدير العملية السياسية مع رموز فساد، أفضل من أن تديرها مع قوى سياسية ربما نظيفة. لكن هذا لا يمنع أن هناك بعض القوى السياسية التي تنادي اليوم بمقاطعة العملية السياسية، والتي نراها تقريبا، وأستطيع أن أسمي هذه القوى أن حركة النهضة وكذلك الدستور الحر، لن يكونوا خارج المشهد، سيتلونون مجددا وسيغيرون يعني عناوينهم ربما، وسيكونون ضمن المشهد السياسي القادم وسيدخلون الانتخابات معناها القادمة. صحيح أن حجمهم لن يكون مثل ما كان الوضع في المرحلة السابقة، ولكن لا أعتقد أن هذه الأحزاب لها من التاريخ ولها من البراغماتية ولها من الانتهازية أيضا أن لا تفرط في تموقعها في المشهد السياسي القادم. ولكن أنت قبل قليل كنا نتحدث عن الدستور الحر وعبير موسي، يعني هي قالت أنها ستشكل جبهة من أجل الإطاحة بهذا الدستور، هي غير معترفة به، كيف ستشارك في الانتخابات المقبلة؟ هذا هو يعني التناقض والنفاق والتخبط يعني ربما السياسي الذي صبغ يعني هذه الأحزاب، التي هي من جهة لا تعترف بالعملية السياسية ولا تعترف ما بني على قرارات 25 جويلية الماضية وما بني وسيبنى على هذا الدستور، وفي نفس الوقت سترينا أنه
في انتخابات ديسمبر القادمة سنرى حركة النهضة بعناوين أخرى وبربما رموز وشخصيات أخرى مثل ما حدث هذا في تركيا وكثير من الدول، يغيرون ربما العنوان، ولكن سيكون هناك تواجد لهذا الحزب في المحطة الانتخابية القادمة، وكذلك الدستور الحر لن يكون خارج العملية السياسية. وربما هناك بعض الأحزاب الأخرى التي لها موقف يعني راديكالي ورافض لهذه العملية ستكون خارج هذه الحسابات، لكن القوى الرئيسية أعتقد أنها ستكون ضمن المشهد السياسي القادم. ولكن هذا يتطلب بطبيعة الحال الذي يعني القوى الوطنية المنخرطة اليوم في مسار 25 جويلية هو أن يكون لها يعني رؤية واضحة ومحددة حول كيفية مشاركتها في هذه العملية السياسية، لأنه أنجزنا اليوم المهمة الرئيسية هي المصادقة على هذا الدستور وإقامة حياة سياسية جديدة بعد انتخابات ديسمبر. يفترض أن تدخل القوى الوطنية موحدة وفي إطار ائتلاف شعبي واسع لكي تستطيع أن تغير ميزان القوى، لأن العملية السياسية هي في نهاية الأمر هي ميزان قوى سياسية، وإذا لم تتوحد القوى السياسية التي تلتقي معنا بما في ذلك من نخب وبما في ذلك من شخصيات وطنية وأحزاب ومنظمات وجمعيات كلها متفقة حول إيجابية هذا المسار وحول ضرورة تعزيزه ودعمه، إذن البرلمان القادم ينبغي أن تشكل فيه هذه القوى أغلبية. وهذا لن يتأتى إلا أن تكون هذه القوى موحدة في إطار تحالف شعبي واسع أو ائتلاف هذه القوى. طيب. أو في موضوع الاقتصاد، تونس تجري مفاوضات ما زالت متعثرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليار دولار لتفادي الإفلاس. ماذا لو لم تحصل عليه؟ ما هي البدائل الأخرى التي يمكن أن تجنب تونس أزمة أسوأ مما هي الآن اقتصاديا؟ في الحقيقة يعني هناك ارتباك في التعاطي مع هذا الملف وهذا الموضوع. نحن قلنا منذ سنوات وليس من الآن نقول هذا مجددا بصوت مرتفع، لأننا لدينا أمل بأن رئيس الجمهورية قراره مستقل وقراره يعني ينبع من المصلحة تونس الوطنية. مصلحة تونس الوطنية اليوم إن كانت هناك ضغوطات مع صندوق النقد الدولي في هذه اللحظة بالذات فبالإمكان يعني الوصول إلى تفاهمات حتى على مستوى يعني قصير، ولكن على مستوى متوسط وبعيد نحن نقول لرئيس الجمهورية أن هناك بدائل أخرى، مثل ما قلنا لك في الماضي أن هناك بدائل داخلية وهناك بدائل خارجية تغنينا عن ابتزاز الغرب وابتزاز صندوق النقد الدولي تجاه يعني ما هي تونس. هذه البدائل؟ الابتزاز البدائل بطبيعة الحال تكمل في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد الذاتية الداخلية بإجراءات استثنائية، ونحن قلنا أن هناك إمكانية لإصلاحات في يعني ضريبية عميقة يمكن أن تعبأ أكثر الموارد الذاتية للدولة، هناك إمكانية لامتصاص كتلة نقدية كبيرة تتدفق في السوق النقدية يعني في السوق الداخلية الموازية، حوالي 17 مليار دينار هي في السوق الموازية يعني نقدا. طيب. هذا داخليا، خارجيا باختصار في يعني الجهاز المصرفي. أيضا هناك إمكانية مفتوحة أمام كثير من الدول واستفادت منها، أنا على سبيل المثال دول الخليج رغم إمكانياتها الهائلة فإنها قد انخرطت تقريبا في مشروع يعني طريق الحرير مع الصين، والصين لديها كتلة نقدية ولديها إمكانيات مالية ضخمة وهائلة، حتى الغرب للغرب اليوم يعتبروه مفلس لأن ألمانيا وفرنسا التي تعتمد عليهم تونس في علاقات التجارية والاقتصادية وتنتظر يعني مساعداتهم هم في نهاية الأمر لا يستطيعون اليوم بموجب الحرب بين أوكرانيا وروسيا أن يوفروا لشعوبهم لقمة الزيت وكثير من المواد الغذائية. تونس عليها أن تتجه إلى طريق الحرير، طريق الحرير، وأن تتجه إلى الصين لأن الصين لديها من الإمكانيات المالية. على سبيل المثال فرنسا مدينة إلى الصين بحوالي 300 مليار دولار، تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تريليون دولار يعني ديون تجاه يعني الصين. الصين لديها فائض مالي ضخم وبالإمكان يعني فتح باب الاستثمار أمام الشركات الصينية وأمام الصين والتعاطي التجاري مع الصين عوض يعني الخضوع إلى ابتزاز يعني الدول الغربية وكذلك المنظمات المالية العالمية. شكرا جزيلا لك سيد زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي في تونس، شكرا لوجودك معنا.